قطعة من الجحيم، هكذا وصفت منظمات أممية على رأسها الأونروا الوضع في غزة بعد مرور أسبوع على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية، إلا أن هذا الوضع المأساوي مرجح للتدهور أكثر مع تناقص مهلة 24 ساعة التي منحتها إسرائيل إلى سكان شمال غزة من أجل ترك بيوتهم والتوجه جنوباً، لا سيما أن نقل أكثر من 1,000,000 فلسطيني من الشمال إلى الجنوب خلال تلك الفترة القصيرة محال حسب ما أكدت الأمم المتحدة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إذ اعتبر بوريل أن إجلاء 1,000,000 مدني من شمال غزة أمر خطير للغاية ويكاد يكون مستحيلاً. بالتزامن واصلت إسرائيل قصفها المكثف والعنيف على مناطق مختلفة في القطاع المحاصر والمنكوب ملوحة بالمزيد، ومع دخول الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يومها السابع واستشهد 2215 فلسطيني، نصفهم من الأطفال والنساء وبينهم من النازحين بشكل قسري، كما أصيب أكثر من 8714 آخرين بجروح من جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، فيما قتل أكثر من 1,200 إسرائيلي. يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال دك قطاع غزة بالقنابل والصواريخ منذ 7 أيام، وكان قد بعث الاحتلال تهديداً لسكان شمال ووسط القطاع المحاصر بترك منازلهم والنزوح جنوباً، حيث استجاب بعض الغزيين لهذه التهديدات خوفاً على حياة عائلاتهم، واختار آخرون البقاء بمنازلهم منعاً لتكرار مشاهد تهجير كتلك التي رافقت الذاكرة الفلسطينية منذ عام 48. وكان ما يقارب من 400,000 فلسطيني تركوا منازلهم في شمال القطاع أمس وتوجهوا نحو مناطق الجنوب في رحلة شقاء وتهجير كما وصفوها بعد إنذار جيش الاحتلال لهم، فيما رأى عدد من المراقبين أن هذا الإنذار قد يكون مؤشراً لتوغل بري وشيك شمال القطاع، لا سيما أن كافة المعطيات العسكرية والتعزيزات التي دفع بها نحو حدود القطاع تشير إلى ذلك، كما اعتبره البعض دعوة لتفريغ غزة من سكانها بغية الدفع بهم نحو الجنوب ومن ثم تهجيرهم إلى